برنامج 3D Home برنامج بيفيد جدا ان نرسم بكل بساطة وسهولة بدون دخول في التفاصيل شقة وتخيلها في 3D. يعني اقول له انا عايز دلوقتي ارسم حيطة، ارسم حيطة تمام. ممكن مثلا اقول له انا عايز احط باب هنا، عايز اقول له مثلا في هنا عايز احط حمام، عايز ارسم ترابيزات مثلا، شوية حاجات كده. ببدأ اختار الفرش اللي انا محتاجه، اقول له اوكي واروح حاطه. عايز اشوف 3D، بقول له 3D بلان اوفر فيو، بيجيب لي الشكل اللي انا في الحقيقه هتنفذ معايا هيبقى عامل ازاي. شغل 3D عامل